السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا زي ما حضراتكم عارفين انا نزلت استفتاء اول امبارح، نعمل باميه باللحمه الضاني ولا باميه باللحمه المفرومه؟ واللحمه الضاني اكتساح. انا متشكر يا جماعه ان انتوا كسبتوا اللحمه الضاني، يعني مع ان انا عارف ان يعني اكتر من نصكم مش عارفين الباميه اللي باللحمه المفرومه، فيعني انا مش ايه المشكله لو تجربوا حاجه جديده، بس يلا الحمد لله. الصندوق قال رايه حسب الراجل ده هندسه بس كده. هنبقى نعمل يا حنفي باللحمه المفرومه بعد كده، ما تقلقش. والله العظيم اختراع، والله هعملها لك اختراع. بس انت عارف بقى اللحمه المفرومه بتعمل بسله باللحمه المفرومه، ما هي نفس سبانخ باللحمه المفرومه، نفس الكونسبت بس باميه. طيب عشان اللي بيحب الباميه نفسها. معلش يا جماعه الدنيا ضلمه شويه، بس احنا مخلصين شغل دلوقتي يا دوبك بقى، والدنيا ليلت. هنطلع على الجزار نجيب دلوقتي في السريع اللحمه، وهيبقى عندنا رحله البحث عن باميه صغيره، لان كل الباميه الفريش اللي موجوده هنا في السوق للاسف اللي هي الكبيره وانا مش متعود عليها بصراحه. فهندور على الباميه الحلوه المتقمعه، فهي الصغيره دي لو ما لقيناهاش فريش هنضطر نشتريها فروزن في مجمده. ليت جو هي دي. بتقول اي حاجه. إلسا ايه؟ إلسا. ايه إلسا دي؟ فروزن دي شخصية كرتونية. انت ما تقعدش مع فيروز بنتي كتير. انا بقول البنت بتجيب الكلام ده منين؟ عايزين حته كده ايه، مش من عارف انت، مش من الريش، عارف اللي هي الحته اللي تحت الريش ملبسه شويه دي، حته الضلع، حاجه على كيفك كده. وقطعها لنا صغير كده بقى عشان الطاجن بقى. رحلة البحث عن البامية الصغيرة حلوة متقمعة. الناس دي بتهرج والله. لا انا هجيب فروزن بقى. مساء الفل. طبعا زي ما شفت البحث عن البامية بقت كلها بالفشل، فجبنا بامية مجمدة ماركة السوبر ماركت نفسه. مش هنبين هو ايه. اللولو. ماشي. هنشتري منه كل مرة. لا بس هي كانت ممتازة. او بامية ممتازة. ممتازة. هي ممتازة عموما بغض النظر. وفي بامية زيرو. بس ما لقيتهاش زيرو حقيقة يعني. طيب في الشباب لما عرفوا ان في بقى طاجن، لما من البوست طبعا الحنفي حطه، الناس كلها عرفت ان في طاجن بامية باللحمة الضاني، فكله جاي. فجبنا بقى، رحنا زودنا شوية لحمة كمان. فبدل ما كان كيلو بقى 2 كيلو لحمه. جاهز يا حنيف؟ يلا بينا. سيب بقى الباميه دلوقتي، سيب بس الباميه دلوقتي، ما تضيعش وقتك في الباميه. بصلتين كده وخرطهم على بيدك الحلوه كده. حبيبي 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 حبيبي. طبعا الناس بتقول لك ايه احسن حاجه تعملها بيها، هي الزيت، عشان خاطر بيقول لك ان اللحمه الضاني اصلا فيها دهون، فعشان ما يبقاش فيها كوليسترول عالي. فانا عشان بسمع الكلام هعملها بسمنه ان شاء الله. هنيجي كده البصله واحنا بنحمرها، هنحط شويه مستكه، هنحط حتتين قرفه خشب كده. تمام. بصوا مش هنغمق البصلايه على الوضع ده كده، هننزل بقى اللحمه. هنحط دلوقتي يعني ما يعادل 4 فصوص ثوم. هشام يعني دي باميه يعني مش حوار. يعني عادي يعني. طب خلاص اقفل الكاميرات. طيب في ناس بتتفرج علينا ما بتعرفش تعمل الباميه. ايوه يعني سهله. طب اعملها انت. يلا يا جماعه حنفي هيكمل معاكم النهارده. يلا حنفي. يلا. بعد بس اللحمه ما تتشوح شويه نقوم نازلين عليها بالميه. تبتدي تروح في السوى، نقوم حاطين عليها عصير الطماطم مع معلقتين صلصه، وممكن نزود لها مكعبين ماجي. شكرا. بالنسبه للباميه نفسها ايه وضعها؟ لا دي في الاخر، دي اخر حاجه. يعني ممكن بعد كده بقى، بعد ما حاطين بقى الكلام ده كله في الطاجن ومنزلين عليه الباميه، نقلب وندخلها الفرن. وانا هديك فرصتك النهارده. لا شكرا شكرا. طبعا شفتوا اللحمه استاذ حنفي عمل شوحها لنا ازاي، نقول له شكرا ونسقف له. هات لي بقى قرنين فلفل بقى من اللي هناك الحلوين دول. هذا من خير الطبيعة.
هنيجي بقى دلوقتي نحط ايه؟ كزبره ناشفه ودول شويه كزبره خضراء، وهنسقط الباميه دلوقتي مش هنسقطها في الاخر. ودي اسهل طريقه تعملوا بيها باميه في حياتك. على فكره طريقه اللحمه المفرومه هي نفس الفكره، بس طبعا هتاخد وقت اقل عشان اللحمه المفرومه طبعا مش هتاخد الوقت ده كله في السوى. هنحط اللحمه المفرومه نعصجها مع البصلايه في الاول، وبعد ما تتعصج نروح منزلين الباميه، وبعد كده نقلبهم مع بعض تقلبتين وننزل عليهم الصلصه ونسيبهم يسبكوا مع بعض. وطبعا عشان الطماطم انتوا عارفين هنا مش حمرا نفس الاحمرار بتاع الطماطم الجميله بتاعتنا، هنحط لها صلصه. طب وايه حكايه بقى الاكل الفلسطيني اللي انت قلت لي عليها؟ ما هو في حد هيجي يعمل لنا اكله فلسطيني ان شاء الله احتمال الاسبوع الجاي ننزلها. مقلوبه؟ لا لا مسخن. اكله فلسطيني بقى فلسطيني. بص انا هسهلها عليك ونعمل مسابقه يلا. المصري بتاعها مسقعه. لازم ناس تكتب كومنتات يعني. طيب هي ايه بقى؟ ايه حاجه فلسطيني زي المسقعه تفتكر؟ انا هقول المصري بتاعها مسقعه. عرفتها ولا انت عارف حاجه؟ عرفتها والله. طب هو لا يا جماعه اللي يعرف الاكله اللي هتتعمل ان شاء الله اللي هي الفلسطيني اللي قال عليها شامي يدخل يكتب في الكومنتات عشان ايه نشوف كده مين اللميح من اللي مش لميح. تمام هنسيبها بقى دلوقتي تسبك وفي الاخر هندوقها ونشوف لو محتاجه ملح هنحط لها ملح. في ناس بتحط لها سكر على فكره. ما في ناس بس انا ما عنديش سكر بيني وبينك يعني بس انت تحرجني قدام الناس يعني. انا ما اعرفش عرفني ان انت ما عندكش سكر. خلاص بقى يعني ازاي ما عندكش سكر يعني؟ يعني تشرب شاي بتشرب شاي من غير سكر؟ يبقى عندي سكر مثلا اجيب سكر ليه وانت عندي احنا؟ قالوا زمان دنيا دنيا ضرورة وقلنا واللي تغره يكسر مصيره. هنعمل الرز حبة وحبة عشان حبة وحبة بقى شوية سمنة كده ايه؟ حلوين؟ كل المكونات مستويه انت كنا ممكن دلوقتي نغرف رز وعليه الباميه وناكل على طول. موضوع الطاجن ده منظره حركه. الطشه ونحطه في الفرن يعني 10 دقائق بس مش اكتر من كده ونطلع ناكل. في ناس بقى في المرحله دي بتروح بقى حاطه فيه قرنين فلفل حامين كده غير اللي اتحطوا في الاول وتقمر عيش. تبتدي تقمر عيش انت بقى في رز. ايوه لا بقول لك يبتدوا بقى يقمر عيش برضو يعني فاهم. ايوه احنا عاملين رز. ما هو لا انت بتقول في ناس بتعمل كده. انا بقول لك في ناس بتقمر عيش مش لازم احنا يعني. انا ما عنديش عيش حقيقه. ما انا عارف ان مفيش عيش يعني. لو انت عايز انزل اشتري عيش من تحت برده كده اهو. ربع ساعه مفيش ربع ساعه 10 دقايق بالظبط. انا هبص عليه قبل ما نرجع عشان ما تاكوش معانا يعني. لو لقيته تمام نرجع بقى نغرف والرز جاهز والباميه خلاص جاهزه وناكل على طول. وده اكل النهارده وبكره بس دول كتير يعني. دول حوالي 2 كيلو لحمه و 2 كيلو بامية. لا 800 جرام بامية. كيس 400 جرام. كيس 400؟ دي لو انت لوحدك يعني وعملت الكمية دي تاكل فيها شهر. يعني ويعني مش شهر بس انت مش محتاج يعني. انت لو لوحدك عملت كيلو لحمة مثلا. كيلو لحمة ثمنه 45 درهم وكيس البامية دي ثمنه مثلا نقول 4 درهم مثلا.
بمنافعهم بالرز 55 درهم ممكن تاكل فيها اسبوع يعني عادي يعني ممكن تاكل. والباميه لما بتبات بتبقى احلى. لو عجبك الفيديو اعمل شير للفيديو ولايك للبيج سبسكرايب على اليوتيوب. مندوق الاول. حلو حلو حلو. انا بقول حلو يا شامي. تسلم ايدك. يلا حط دي على ماشي كمل. تسلم ايدك يا شامي. تسلم ايدك يا شامي. متشكرين يا جماعه على التصويت مع انه مش في صالحي بس انا روحي رياضيه. لو عجبك الفيديو اعمل شير للفيديو ولايك للبيج سبسكرايب على اليوتيوب فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وسيف ليست على الفيسبوك عشان يوصلك كل جديد برده. وما تنساش تتابعنا على انستغرام @شواحه. ولو عايزين الفيديوهات كلها والاغاني اللي احنا بنستخدمها موجوده على الابلكيشن باسم شواحه ما تطلبهاش موجوده على الاب ستور وعلى جوجل بلاي. شواحه ما تطلبهاش اي فكره شوفها ببلاش مش هتدفع ولا فيزا ولا كاش كل يوم جديد من شواحه ما تطلبهاش ده اكيد.